اهلي وزمالك لوحدها قمه، اهلي وزمالك لوحدها بطوله، ما بالك بقى بين سوبر اهلي وزمالك، وخاصه في الفتره اللي فاتت على طول السوبر بيقام بشكل رائع جدا في الامارات، فهي بطوله خاصه جدا، بطوله كبيره، بطوله بتنتظرها الجماهير كلها، تنتظرها الجماهير في الوطن العربي كله، عرس كبير جدا في دوله الامارات العربيه الشقيقه. فبالتالي دي الاجواء العامه، اجواء محترمه جدا، اجواء حماسيه، ملاعب محترمه، نقل تلفزيون، كل يعني هتقول انها حاجه كبيره جدا. في بطوله اليوم الواحد او المباراه الواحده، بطوله اليوم الواحد او المباراه الواحده دي بتبقى ظالمه جدا وقاسيه جدا، لانك انت بتدفع ضريبه 90 دقيقه، مش ماتش حتى يعني ذهاب وعوده ولا مجموعه مباريات بتاخد عليها نقاط، لا هي مباراه واحده. فالمباراه دي بيبقى في شغل من الاجهزه الفنيه، في شغل من اللعيبه ورغبه، في دافع من الجماهير. المثلث ده لما بيكون مكتمل عند فرقه اكتر من الثانيه بتحقق المكسب. نتمنى المباراه اللي قطبي الكره المصريه تطلع بالشكل اللي يليق بقيمه وقمه الكره المصريه، في ظل احيانا الغياب الجماهير اللي بنشوفه في القاهره، لما بتبقى بالشكل الكبير والالتزام الجماهير دي برضو حتى لو ملعوبه في الامارات بتدي الامل والثقه اكتر لعوده الجماهير اكتر واكتر. اربع لقاءات ضرب نار تعتبر بالنسبه للاهلي مهمه للغايه، تخطيها بنجاح يرفع اسهم الاهلي بشكل كبير جدا جدا. اولا بطوله السوبر هي بطوله بمباراه واحده بتسجل في التاريخ، ان بطوله الدوري المحلي السوبر محلي، بالتاكيد الاهلي يسعى للفوز بها، لانه قبل شهرين او ثلاثة بالكتير خالص كان حصل على لقب السوبر من الزمالك ايضا بتاع السنة اللي قبل الماضية او الموسم قبل الماضي، وده الموسم الثاني على التوالي. فمهم جدا ان الاهلي في ظل حالته اللي احنا بتمتع وتبهر والجماهير الكورة وبترضي جماهيره، اعتقد ان هو يعني معنوياته افضل، دفعاته اعلى، بالتأكيد عنده اصرار على لقب السوبر قبل اي شيء اخر. مباريات الاهلي والزمالك عموما بغض النظر ان هي سوبر بتبقى ملهاش حسابات يعني، لكن هي بيبقى ليها مؤشرات، بمعنى ان احنا شايفين النادي الاهلي مستواه افضل، ماشي في الدوري كويس جدا، زي ما الزمالك تاهل في بطوله افريقيا الاهلي برضو تاهل رغم من بعض الصعوبات، يمكن الزمالك كانت مهمته اسهل شويه، لكن ماتش السوبر يعني اتصور ان بيبقى ليه تكتيك معين، بيبقى ليه يعني سكه معينه خاصه بالمدربين، اذا تم اختيار تشكيل كويس، تشكيل مناسب، يعني الاهلي عنده لعيبه كتير جدا جاهزين واخد بالك، لكن اهم حاجه ان هو يبقى المناسبين للقاء ده، ويكون شايفين يكون الجهاز الفني شايف الزمالك كويس في الفتره اللي هو بيلعب فيها، واتصور ان فرصه الاهلي ممكن تكون كبيره. المباراه طبعا في الامارات بتبقى بعيده شويه عن الشد العصبي بتاعنا، بعيد عن فكره ان انت تلعب هنا بدون جمهور او بجمهور قليل، لا طبعا الجمهور بيبقى عامل يعني هي قوي جدا في ان المباراه تطلع جيده جدا، وتحس ان انت بتلعب مباراه بجد، لكن مباراه بدون جمهور او مباراه بجمهور قليل، لا بتشوف ان المباراه مستواها بينزل الفني يعني. فاعتقد ان الامارات كمان اختيار جيد جدا يعني. مباراه السوبر المصري هيقام في استاد سمو الشيخ محمد بن زايد، ده اللي هو نادي الجزيره العاصمه ابو ظبي، طبعا حاجه فخمه جدا يعني، عايز نقول يعني لو تشوف الملعب وتشوف المكان التسخين اللي فوق حاجه روعه يعني، على احدث طراز واحدث مستوى، فبالتالي ارضيه محترمه جدا، مدرجات عاليه جدا، التنظيم والنفس الهادي ده برضو من عوامل اللي هي بتديك فرصه يعني، بتقول لك انت ناقص عليك ان انت تقدم بقى كوره يعني، ده اللي نستنى الاهلي والزمالك ولاعيبتهم يقدموا لنا كوره ويكونوا خير سفراء للكره المصريه في دوله الامارات العربيه المتحده. فالتنظيم ان شاء الله متوقعين انه يخرج على اعلى مستوى، يبقى ان احنا نقدم وجبه كرويه غذائيه كامله من لعيبه الاهلي والزمالك. هو عيد جديد من اعياد الكره المصريه، بالتاكيد بين اكبر قطبين للكره في يمكن في افريقيا مش بس في مصر. اللقاء بيتجدد مره اخرى على ارض الامارات، وعشان كده احنا كصحفيين بنقول سوبر الاهرامات على ارض الامارات، ان دائما الامارات هي المكان المثالي لهذا السوبر، تعرف بتوفر فيه كل اجواء النجاح اللي ممكن تتخيلها. الحقيقه السوبر اللي احنا بصدد الكلام عنه هتشوف فيه اربع حاجات انت ما بتشوفهاش في مصر. أولًا ملعب مليان بالجمهور، دا
ده حاجة مهمة جدا. وطبعا ده احنا دايما نقول الجمهور وملح المباريات اللي احنا مفتقدينه جدا في الملاعب المصرية. نمرة 2 هيتطبق الفار لأول مرة، ده مهم قوي، ودي بداية تطبيق الفار بقى بالنسبة للكرة المصرية بعد كده ان شاء الله نشوفه في ملاعبنا. الحاجة الثالثة نقل التلفزيون على أعلى مستوى كأنك بتتفرج على برشلونة وريال مدريد. الحاجة الرابعة الأجواء العامة اللي بتحيط بالمباراة، الإعلام هناك بالمناسبة إعلام قوي جدا وبيهتم بالمباراة يمكن أكتر من الإعلام المصري. قناة أبو ظبي الرياضية اللي هتنقل المباراة بتحس إنها بتخصص قناة كاملة للحديث عن الأهلي والزمالك بكل تاريخهم ونجومهم وطموحاتهم والقصص الكتيرة اللي ارتبط بتاريخ كل فريق من الفريقين. الحقيقة الأجواء دي ما أعتقدش تلاقيها في أي مكان، يعني تعرف حتى هم نفسهم الأخوة الإماراتيين مدركين تماما قيمة الأهلي والزمالك، قيمة إنهم يستضيفوا فريقين على أعلى مستوى. الموضوع دايما أنا براهن على الجمهور المصري.